عمرو يوسف والمجموعه اللي معاه. طب استاذ سمير، لا. احنا هنا قدام قوه جامده جدا اسمها قوه السوشيال ميديا. يعني النهارده في مثلا الناس اتقسمت فريقين، في فريق بيقول يا جماعه لا ندي فرصه للمسلسل ان هو يكمل والناس تحكم عليه بعد العرض، وفي مجموعه من المؤرخون والباحثون بيشوفوا انه في مغالطات لا يمكن التغاضي عنها. ممكن نقدر نقول هنا ان السوشيال ميديا شكلت وسيله ضغط على فريق العمل عشان ان هو يقف؟ الناس اللي بتتكلم وتقول لك مفيش نحكم على عمل برومو، ده عباره عن الباترينه اللي في المحل، وانا ماشي في الشارع كده الباترينه اللي الراجل عنده محل بيحط في الباترينه احسن حاجه عنده في المحل. قد لا تكون كل المحل ولكن فيها المفروض انها احسن حاجه عنده في المحل، وبيعمل اغراءات وتنوعات في الباترينه عشان يغري الزبون اللي ماشي في الشارع ويجر رجله. انت كمان في البرومو بتحط احسن حاجه عندك في الحته. غير كده انا من اول لحظه لما اشوف حد من الفراعنه احمس بدقنه بقول لك لا شكرا، ده مش احمس، ده ممكن يبقى اي حد تاني، الشيخ احمس مثلا ولا حاجه. لكن ده النهارده انت بتقول البرومو، ما اقدرش احكم على عمل فني من البرومو، لكن كمان لما يكون البرومو ده مرتبط بحقبه زمنيه معينه وانت من اول ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم انت حاطط الموضوع ده غلط، انا سيبك ازاي؟ ده تاريخنا وده تاريخ مصر واهم جزء العالم كله، لو في عمل فرعوني ده انا كممثل ما اعملش غيره، اقعد قدامه. ما في وجهه نظر، في وجهه نظر يا استاذ سمير اللي هي الداعمه لعرض المسلسل بتقول لك انه فريق العمل تعب جدا وان هو لولا السوشيال ميديا ما كانش كل ده حصل، وانه زمان كان في افلام بيتم انتاجها وبعد ما بتتعرض بيكتشفوا فيها مغالطات تاريخيه سواء في الاحداث او سواء حتى في المظهر العام للشخصيات، فهم شايفين ان في ظلم وقع على المسلسل بسبب السوشيال ميديا. لما يبقى في غلطه او اتنين في حاجه مفيش مشكله بتحصل، احنا مش ملائكه دول بشر، لكن لما تبقى الغلطه من اول كلمه ومن اول لحظه ومن اول مشهد لا، الموضوع ده يبقى فيه كلام، يبقى فيه وقف هنا. بص يا استاذه، في قاعده في كتابه التاريخ بتقول الاجزاء التاريخيه الحقيقيه خدها زي ما هي، المسائل اللي بين الاجزاء التاريخيه المسائل الفاضيه، يعني بمعنى انه في بيته فرعون في بيته بيتحرك ازاي، مش كل الكلام ده ممكن انا املاه بس على شرط املاه بعلمي بالمرحله دي، بمعنى ان انا لو بعمل مشهد في الاسواق لازم اعرف الاسواق الفرعونيه كان بيبيعوا ايه بيتاجروا ايه، يعني ما الاقيش واحد مثلا في سوق فرعوني وبيبيع كنتالوب مثلا، لا كان بيبيع الحاجات الفواكه اللي موجوده واللي مذكوره في القران واللي مذكوره في الانجيل، انا لازم ارجع لمراجع. هي المساله مش كده، حتى انا كمخرج لازم فريق العمل اللي موجود معايا من ملابس ومؤرخين لازم يبقوا موجودين في اعمال زي ومحفوظ عبد الرحمن لما كتب بوابه الحلواني مش كتب لوحده، ما كانش فيه جرمق ورا منه وبامكانيات اقل من دي كتير جدا، ومع ذلك في اجزاء هو اضافها الناس ما حسيتش بيها. ليه؟ لانها في سياق العمل، ملابس العمل، الجانب التاريخي في على فكره عايز افكرك بحاجه يمكن تنفردي بيها، حصل انه روايه لنجيب محفوظ اسمها عبث الاقدار كتبها محمد الغيث السيناريو وحوار واخرجها خالد باجة سنه 2000، وكان بطل المسلسل عزة العلايل، وعزة العلايل اصر يطلع بشنبه وكان عامل دور الملك خوفو، والناس انقسمت على انه عزة العلايل شنبه وعلى عزة العلايل من غير شنب لان الفراعنه ما كانش ليهم شنب، وجم بعض المؤرخين لجأوا لشيخ مشايخ الطرق الفرعونيه مفتي الديار الفرعونيه الاستاذ زاهي حواس، قال لهم لا ممكن يبقى ليه شنب رفيع، وعدى المساله، لكن المسلسل لم ينجح وعزت العلايل بكل تاريخه وبكل قيمته الفنيه. يا جماعه اذا كان دقنك وشنبك اعز عليك من العمل الفني نسيت خليهم عندك وسيب حد تاني يشتغل. طب استاذ سمير ايه رايك؟